البنك الأهلي المصري دي تعاون كتير مع العديد من الجهات زي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. الهدف منها دايما بيبقى إن احنا نطور السيدات. هو البرنامج كان فيه كذا جزء. الجزء الأولاني كان تعريف عن الخدمات اللي بيقدمها EBRD للwomen in business، والجزء الثاني كان فيه sessions كانت برضو related لسيدات الأعمال. الكورس اللي خدناه دلوقتي كان مفيد بالنسبة لي جدا، لأن هو بيدينا زي نظرة أخرى للسوق والمنافسين، وإزاي نتعامل مع المنتج وإزاي نفهم المنتج. واحنا محتاجين طبعا نتبادل خبرات كتير في مجال المشروعات المتوسطه والصغيره، لان ثقافه المشروعات المتوسطه والصغيره شويه تايهه، واحنا محتاجين نتعلم مهارات اكتر عشان نقدر نكبر المشروعات المتوسطه والصغيره تتطور وتدخل تلعب دور ايجابي اكتر في السوق. السيدات اللي بيشتغلوا في البيزنس ما بيبقاش عندهم الكابابيليتي او القدره ان هم يبتدوا يتصلوا بشركات تانية، بزملاء في العمل. فالايفنتس اللي زي دي بيبقى الهدف الاساسي منها هو تطوير اداء السيدات، التعرف على خبرات جديده، التعرف على سيدات جديده.